السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم 1-14 الكهرباء الساكنة القسم 2 قوة الكهربية. درسنا اليوم حيكون قانون كولوم منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. الفكرة الرئيسية: ترتبط القوى الموجودة بين الجسيمات المشحونة حسابيا بالشحنة والمسافة. القوة هي الدفع أو الشد المبذول على جسم ما. الأسئلة المهمة: كيف تعتمد قوة الكهربية الساكنة على المسافة بين الشحنات؟ ما فائدة قانون؟ ما قانون كولوم وكيف يستخدم؟ المفردات الجديدة هي مصطلحات باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. إذا حفظت كل درس بدرسه بصير قوي باللغة الإنجليزية في الجامعة. فيزياء في حياتنا: تخرج الملابس أحيانا من مجفف الملابس وهي ملتصقة معا. يطلق على هذه الظاهرة اسم الالتصاق الساكن. أنت تستخدم الالتصاق الساكن لوضع اللاصقات على نوافذ السيارات. هناك قوة كهربائية ساكنة جاذبة تثبت اللاصقات في أماكنها. من التجارب اللي قمت فيها في المدرسة: القوى الكهربائية الساكنة تكون عادة أقوى من قوى الجاذبية. القوى الكهربائية الساكنة يمكن أن تكون قوى تجاذب أو تنافر. من التجربة أيضا قوى الجاذبية هي قوى تجاذب دائما. يوجد نوعان من الشحنات الكهربائية: موجبة وسالبة. يعني هذه مراجعة للي أنت درسته. الشحنات المتماثلة تتنافر والشحنات غير المتماثلة تتجاذب. تبذل الشحنات قوى على الشحنات الأخرى عن بعد. تزداد القوة عندما يزداد قرب الشحنات من بعضها البعض. قانون كولوم: استخدم كولوم جهازا مشابها لهذا لقياس قوة الكهربائية الساكنة بين الكرتين المشحونتين، ولاحظ وجود اختلافات في مقدار انحراف الكرتين مع تغيير وتنويع المسافة بينهما. إذن القوة الكهربائية FE تتناسب عكسيا مع مربع المسافة R تربيع بين الشحنتين، وتكتب رياضيا بهذا الشكل. القوة الكهربائية FE تتناسب طرديا مع حاصل ضرب مقداري الشحنتين Q1 الشحنة الأولى وQ2 الشحنة الثانية، ويكتب رياضيا بهذا الشكل. إذن FE إشارة التناسب مع Q1 وQ2 وعكسيا مع R تربيع. قانون كولوم: يتناسب مقدار القوة الموجودة بين الشحنة النقطية Q1 والشحنة النقطية Q2 طرديا مع حاصل ضرب الشحنتين وعكسيا مع مربع المسافة بينهما. الكولوم هو وحدة قياس الشحنة الكهربائية في النظام الدولي للوحدات. الكولوم الواحد يساوي 6.24 ضرب 10^18 إلكترون أو بروتون. شحنة الإلكترون واحد أو بروتون واحد تسمى الشحنة الأولية، وتساوي 1.60 × 10^19 كولوم. تحتوي جميع الأجسام على شحنات، أي إلكترونات سالبة وبروتونات موجبة. وفي الأجسام المحايدة أي المتعادلة أو الغير المشحونة تتوازن الشحنات الموجبة والسالبة، وتكون الشحنة الخالصة صفر، يعني ما في شحنة، في 10 إلكترون بقابلها 10 بروتون مجموعون صفر، فلذلك بنقول الشحنة الخالصة صفر. أثبتت التجارب أن للبروتون شحنة مساوية لشحنة الإلكترون، والتي تساوي 1.0×10^19 كولوم. في معادلة قانون كولوم يمكن حساب مقدار القوة على الشحنة Q1 من الشحنة Q2، أو مقدار القوة على الشحنة Q2 من الشحنة Q1 على بعد R من بعضهما البعض من خلال إدماج ثابت التناسب K، والذي يسمى ثابت كولوم. قانون كولوم: القوة الموجودة بين الشحنتين FE تساوي لثابت K مضروبا في حاصل ضرب الشحنتين Q1 في Q2 مقسوما على مربع المسافة بينهما R تربيع. إذن FE وتساوي لكي ثابت كولوم Q1 الشحنة الأولى مقدار
الشحنة الأولى Q2 مقدار الشحنة الثانية R تربيع مقدار البعد بين الشحنتين. عند قياس الشحنات بوحدة الكولوم والمسافة بالأمتار والقوة بوحدة النيوتن يكون الثابت له هذا المقدار 9×10^9 نيوتن في متر مربع لكل كولوم مربع. تعد القوة الكهربائية الساكنة مثل جميع القوى كمية متجهة أي لها مقدار ولها اتجاه. تمنح معادلة قانون كولوم مقدار القوة فقط. إذن عندما بدك تحسب القوة من قانون كولوم بتعوض بالمقادير فقط وبتحسب المقدار فقط. ولتحديد الاتجاه نرسم مخطط للقوة باستخدام متجهات القوة مثل ما شايف عندك الشحنتين A و B، هذا متجه القوة FA على B وهي متجه القوة FB على A، وهذه متجه القوة FA على B وهذا متجه القوة FB على A. وقت بتتدرب عليهم بتصير عندك مهارة في تحديدهم، هي قوة تنافر أو تجاذب يعني تدافع أو يعني دفع أو شد. استخدام قانون كولوم، تذكر أن قانون كولوم لا يصلح إلا للشحنات النقطية أو للشحنات التي تنتشر بشكل منتظم على الكرة. بدك تنتبه للنقاط هذه في الحل. يجوز معاملة أي كرة مشحونة كما لو كانت كل الشحنات تقع في مركزها. إذا كانت الشحنات تنتشر بشكل متساوي عبر سطحها بأكمله أو على مدى حجمها مثل هذا الشكل، الشحنات تتوزع بانتظام على السطح، إذا نقدر نطبق قانون كولوم على هذه الكرة وهي شحنة نقطية سالبة بالجوار. والبعد R هو المسافة بين الشحنة النقطية ومركز الكرة. إذا كانت الكرة موصلة ووضعت شحنة أخرى بالقرب منها فستتجاذب الشحنات الموجودة على الكرة أو تتنافر وتتحرك لتترك الكرة غير مشحونة بشكل منتظم. فمثلا عندنا الشحنة الموجبة مع الشحنة الموجبة حدث بينهما قوة تنافر، وإن جمعت الشحنات الموجبة للكرة اللي لونها أخضر بعيدة عنها إذن صارت الشحنات هنا ما موزعة بشكل منتظم على الكرة، إذن ما فيني أطبق قانون كولوم هنا، ولن يعود بإمكان الشحنة أن تؤثر كما لو كانت في مركز الكرة. استخدام قانون كولوم، لذلك من المهم أن تفكر في مدى كبر حجم الكرتين المشحونتين وبعد المسافة بينهما قبل تطبيق قانون كولوم. تفترض المسائل الموجودة في هذا الكتاب أن الكرات المشحونة صغيرة بما يكفي ومتباعدة بما يكفي لاعتبارها شحنات نقطية. استخدامات القوى الكهربائية الساكنة، توجد العديد من الاستخدامات التجارية والصناعية التي تستفيد من القوى الكهربائية الساكنة. على سبيل المثال تستفيد آلات التصوير من الكهرباء الساكنة لوضع الحبر الأسود على صفحة لتتمكن من إعادة استنساخ المستند الأصلي بشكل دقيق. تستخدم طابعات الليزر الكهرباء الساكنة بطريقة مماثلة. جسيمات الحبر تنجذب إلى الأحرف المشحونة على أسطوانة الحبر. المرزاز الكهروستاتيكي لرش الطلاء هو من تطبيقات الكهرباء الساكنة، يعمل على أن الشحنات الكهربائية المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب، حيث تكسب قطيرات الطلاء شحنة سالبة فتتنافر ولا تتراكم فبتخرج من المرزاز مبعثرة، لأن انشحنت بشحنة سالبة سالب مع سالب تنافر، في حين يكتسب الجسم المراد طلائه شحنة موجبة فيجذب قطيرات الطلاء نحوه، فنوفر كمية كبيرة من الطلاء والطلاء يتوزع بشكل منتظم. يعد الرماد المتطاير نتيجة احتراق الفحم من الملوثات الصناعية، لذلك بيستخدموا القوى الكهرباء الساكنة لجمع الانبعاثات في مداخن المصانع.
يتم شحن الانبعاثات عند انبعاثها من عمليات الاحتراق، ثم تنجذب بعد ذلك إلى وحدات التجميع التي تشحن بشحنة مضادة، هذه داخل المدخنة. مقارنة بين القوة الكهروستاتيكية والقوة الجاذبة. القوة الكهروستاتيكية بنستخدم قانون كولوم، هذا قوة الجاذبة اف جي وتساوي ثابت الجاذبية جي كابيتال ام ام على ار تربيع. بالنسبة لثابت كولوم يعتبر كبير، بالنسبة لثابت الجذب الكوني يعتبر صغير. لاحظ هون من 10 في 10 أس سالب 11، هون في 10 أس 9. القوة الكهربائية قوية، القوة الجاذبة ضعيفة. القوة الكهروستاتيكية هي مثال لقانون التربيع العكسي لأنها تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين الشحنتين. أيضا القوة الجاذبة هي مثال لقانون التربيع العكسي لأن أيضا تتناسب عكسيا مع مربع البعد بين الجسمين. القوة الكهربائية الساكنة قوة تجاذب وقوة تنافر، لكن القوة الجاذبة هي قوة تجاذب فقط. وفي أمان الله، لا تنسوني من الدعاء ومن اللايك ومن التعليق.